وما زالت ملك على الارسال وارسال ودعاء وتتيانا بتشوط كوره قويه جدا 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 ليتوج النادي الاهلي بطلا لمسابقه الدوري المصري 23-24. الف مبروك الف مبروك فوز النادي الاهلي في المباراه الثالثه وحسم بطوله الدوري العام المصري. وبكده مستمعينا ننتقل بكم الى الاستوديو والزملاء مريم سميح والكابتن محمد صلاح والكابتن يسرى عبد الكريم.